وعزت الأمم المتحدة بفاجعة حريق المستشفى في ناصرية. وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في بيان مقتضب أن قلوبنا مع ضحايا الحريق الوخيم في مستشفى الحسين، ويجب عمل المزيد من أجل ضمان حصول جميع العراقيين على الرعاية في بيئة آمنة. وأعربت الخارجية الأمريكية عن تعازيها لأسر ضحايا الحريق، مقدمة تعازيها لأسر الشهداء الذين خاضوا في الحادث، كما عزت التحالف الدولي في العراق وتركيا وإيران الحكومة والشعب العراقي بالفاجعة.